السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا عندنا رقم للواتساب تقدرون تدزون عليه الرسالة اللي تردونها نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو التظاهرات اللي تصير بالعراق لأصحاب الشهادات العليا اللي ما توقفت من فترة من الزمن واللي يطالبون بيها بحقهم كأصحاب الشهادات العليا. أصحاب الشهادات العليا اليوم عندنا تظاهرة بالقرب من مجلس رئاسة الوزراء بالعاصمة العراقية بغداد. هاي التظاهرة قامت بيها مجموعة من حملة الشهادات العليا حتى يطالبون بيها أن يتم إنصافهم وأن ينشملون بالتعيين وتنتهي أو تنهي هاي الحكومة الإقصاء والتهميش اللي هم جاي يتعرضون إليه. خلونا نشوف هاي التظاهرة. علي يا ما صحت يا ما صحت يا ما صحت يا ما صحت ما نرجع ظهرت وسكرت ما نرجع ظهرت وسكرت ما نرجع يا خارج الثورة تزن ما نرجع يا خارج الثورة تزن ما نرجع يا خارج الثورة تزن ما نرجع يا ثورة ما تهوى الخبز ما نرجع ما نرجع ما نرجع ما نرجع يا برلمان الله جعت ما نرجع يا برلمان الله جعت ما نرجع هاي التظاهرة أمام مجلس الوزراء. عندنا تظاهرة ثانية للمستبعدين من قوائم التثبيت والتعيين من أصحاب الشهادات العليا، يعني ذول اللي موجودين هنا طلعت لهم قرارات تعيين أو طلعت أسماءهم بالتعيين وراها تم حذفهم أو استبعادهم أو تبديلهم بغير ناس، ما نعرف شنو اللي صار. لهالسبب وجهوا بهاي التظاهرة رسالة للحكومة طالبوا بيها أن يتم إنصافهم بأقرانهم من الخريجين وحملة الشهادات العليا اللي تعينوا، وأن تدخل أسماءهم بقوائم التعيين، وحذروا إذا ما تنفذت مطالبهم راح يظلون مستمرين بالاعتصامات والتظاهرات إلى أن تتحقق كل مطالبهم. خلونا نشوف. كافي بعد مهزلة صارت، يعني وصلت مرحلة رئيس وزراء يوجه وما تباوع، شهر كامل ما تقتنع بالشغل، ولا شغلك شعلم كله كامل، صح ولا لا؟ صح. لذلك احنا نوصل رسالة بعد ما راح نتراجع يومين الظهر، يومين نمشي بالشوارع، وأي واحد يصير عليه شيء تتحمل مسؤولية كاملة طيب سالة، حتى وصلنا رسالة. تتحمل مسؤولية الجامعات كافة بكل المحافظات، شاكو معتصم جاي اليوم من خارج محافظة، جاية معتصمة، جايبة جهالة، صار عليها شيء، وزينة ما يتحمل مسؤولية. أطلالكم هاي الحقوق تروح؟ لا، حالنا حال وزارات، وحالنا حال بقية الجامعات. نقدم شكوى بالمحكمة كل العقوب على وزارة المالية. وصارت بلا ملح، كافي. اعتصام اعتصام ما نعوف الاعتصام اعتصام اعتصام ما نعوف الاعتصام مختصر هاي القضية والكلام مختصر هاي القضية والكلام. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه اختارينا لكم مجموعة من التعليقات من منصة فيسبوك. لبنى السالم تقول: ما طلبنا غير الإنصاف وإعطائنا حقوقنا التي كفلها الدستور من أجل عمل لبناء البلد بخبراتنا. آمنة علي: وزارة المالية تشمل فئة بالتثبيت دون أخرى، رغم وجود نفس الأوامر عقود التعليم العالي. أمير علي: مطلبنا الإسراع بالموافقة وإصدار أوامر بالتثبيت الخاصة بملحق عقود التعليم العالي. وأشواق قاطع تقول: يقال أنك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالعلم، وكفاءات العراق تهدم ونحاول ترميم أنفسنا من جديد ونقاوم كي نبني وطننا. اللي تقصده هنا ست أشواق وهو صحيح، إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالعلم، مقصد بها أنه باعوا التعليم بالعراق اليوم. شوفوا المدارس شنو حالها، شوفوا حال التلميذ العراقي من يروح للمدرسة شنو حاله بالطريق،
شنو حاله داخل المبنى، شنو حال المبنى اللي هو قاعد بيه حتى يتلقى العلم، شنو حال المنهج اللي هو قاعد يتلقى التعليم بيه، شنو حال الأستاذ النفسي والمعنوي والمادي اللي هو داخل حتى يطي ويشتغل، بيهم مجانيين، بيهم ما عندهم حقوق، بيهم تخصصات ما يستلموها، بيهم قطع أراضي ما يستلموها. شوفوا هذا الحال جمعوه راح ينعكس على من؟ راح ينعكس على التلميذ. زين هذا التلميذ هو رجل المستقبل، أو التلميذة هي طبيبة المستقبل ومهندسة المستقبل، والتلميذ هو طيار المستقبل وطبيب المستقبل ومهندس المستقبل، وبيهم سياسي المستقبل. إذا هو من البداية كل شيء غلط بغلط بغلط، مستقبلنا شلون راح يكون؟ هاي التعليقات على هذا الموضوع. عندنا موضوع آخر، الموضوع الثاني يقول، هو مو بعيد عن الموضوع الأول، هو هم تظاهرات. الموضوع الثاني تظاهرات هم أنا لها علاقة بالتعليم. حكيت قبل شوية أنه على التعليق مال ست أشواق اللي تقول إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالعلم، حكينا عن المدارس والتلاميذ. هسه راح نحكي على تظاهرات التربويين، تظاهرات المعلمين أو الأساتذة اللي يشتغلون بالمدارس العراقية تحديدا بمحافظة البصرة. نروح إلى محافظة البصرة ونحكي عن الأستاذ أو المعلم اللي هو هم يعني بهذا البلد مغبون حقه ومأكول من ناس ما مهتمة بيهم. وحكينا عن هاي الطبقة بحلقات مضت، وبعدهم لحد هاي اللحظة باعتصاماتهم وتظاهراتهم. بالبصرة تحديداً بقضاء الزبير جنوب العراق نلقى الكوادر التربوية بعدها دا تتظاهر والطالب أن ينشملون بتوزيع قطع الأراضي إلهم اللي نوعدوا بيها من قبل الحكومة، واللي هي حق من حقوق أي مواطن عراقي أن يكون له قطعة قاع بهالبلد. الفيديو اللي راح نطلعه هسه يبين لكم جانب من اعتصامات الكوادر التربوية بالبصرة بقضاء الزبير عن قضية تخصيص قطع الأراضي، أو مو تخصيص، هم المفروض لهم استلامهم إلى هاي القطع. اليوم قضاء الزبير أكبر قضاء في محافظة البصرة، أكبر قضاء بالعراق مساحة، ومن استحضار الكوادر التعليمية من سنة 71 لم يحصلوا على أي قطعة، ومن حق الكوادر التعليمية أن تحصل على قطعة بشكل عام. ونحن معكم وفي مطلبكم. المشكلة يقول من حق الكوادر التعليمية أن تحصل على حقوقها، لا، هي من حق المواطن العراقي أن يحصل على حقوقه. أي طبقة كانت أكو حق للمواطن يم الحكومة لازم يأخذه. نبقى بالزبير، عندنا مقطع ثاني للتظاهرات للمعلمين والأساتذة والكوادر التربوية بالقضاء والتعليمية. هذا المقطع راح يبين لكم أنه المعلمين هناك أعلنوا الإضراب عن الدوام. شنو يعني هذا الشيء؟ يعني مدارس الزبير ما بها معلمين، يعني الطالب أو التلميذ هناك ما يدرس، يعني راحت عليه سنة دراسية، يعني هم ضروا المعلمين، هم ضروا الطلاب، هم ضروا أهالي هذول الطلاب وذويهم. والمعلمين هنا بهالمقطع معتصمين قدام مبنى قائم مقامية القضاء وطالبوا بحقهم أن يتم تخصيص قطع أراضي لهم بالقضاء. خلونا نشوف. ها قدام قائم مقامية، نبقى بنفس التظاهرة اللي قدام مقام المقامية أو قائم المقامية. هذا المقطع الجاي راح نبين لكم بهذا المقطع جزء من الهتافات اللي صارت بالاعتصام اللي سووه المعلمين الكوادر التدريسية قدام مبنى قائم مقامية قضاء الزبير، واللي طالبوا بيها بحق من حقوقهم، وهو تخصيص أراضي سكنية لهم حتى يضمنون شيء لهم والولدهم،
ويكون ثمرة العمل هذا الأستاذ اللي دا يخرج أجيال. خلونا نشوف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم مجموعة من التعليقات راح نقراها سوية. وأول تعليق من منصة فيسبوك كريم السعيدي: اي والله اللي يضحي من أجل بلده محروم من حقه، واللي يبوق بالبلد ماخذ حقوق كاملة، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. يونس العباد يقول: وهذا خير دليل على أن التربية وملفاتها في ذيل قائمة الاهتمام. ثائر الطيار: يجب إنصاف هذه الشريعة المهمة من كوادر تعليمية لتشجيع جيل جديد تم تعيينه في هذه المؤسسة لتطوير أو للتطوير من مهاراته التعليمية. أما نواف الكعبي يقول: المفروض الكوادر التدريسية تأخذ راتب أعلى من البرلماني والحكومة اللي ما قدمت للشعب سوى الظلم والاضطهاد والسرقة وتكميم الأفواه، يقصد هنا. فكانت هاي التعليقات اللي اختاريناها لكم من منصة فيسبوك حول قضية التظاهرات. حكينا عن ملفين، تظاهرات حملت الشهادات العليا، وحكينا عن ملف تظاهرات المعلمين اللي دا يطالبون بالتظاهرتين أو بالتظاهرات ذني بحقوقهم. كرارة من الناصرية، حياك الله. نعم استاذ، أولا تحية إليك والكادر قناة الرافدين وكل الجمهور اللي جاي يشاهدني. حياك. الحقيقة هذا الموضوع مال الكوادر التربوية هو موضوع جدا مهم، لأن التربوي أو المدرس أو المعلم اليوم من يدرس يخرج اليوم آلاف الأجيال، اللي هو مثل حضرتك وإعلامي والطالب القانون والمحامي اليوم يخرج، ويخرج القاضي ويخرج البرلمان، يعني كثير، والدكتور، يعني كثير من الوظائف الأخرى تخرج من تحت التربوي. يعني هل من الممكن اليوم لما أنت تصير وزير بالدولة العراقية أو رئيس وزراء، لما تشوف معلمك اللي كان يدرسك واللي كان يعلمك واللي كان يعني كثير قدم من أجلك، هل من الممكن أن لا ما تعطي حقوق الصورة احتيادية؟ هذا الشيء مؤلم جدا. يعني اليوم من نشوف يعني إحنا استغنى طلاب، ولما نشوف الأساتذة مالتنا في الشوارع يعني كلهم الاحترام من السلام من المساعدة، كيف بينما أنا عندي سلطة اليوم ومن أشوف يجيني أستاذ أو مدرس، هل من المعقول أنا اليوم أقدر أسكت عن هاي الشيء؟ هذا الشيء نشوفه ظاهرة خطيرة يعني بالنسبة للمجتمع العراقي. المجتمع العراقي بيه كثير خيرات وبيه كثير من الشرائح يعني المظلومة مثل هذه التربويين. يعني ما يصير إحنا إلى متى أنظر يعني الشعب العراقي يظل، يعني أنت تعرف يا سيد الفاضل، تعرف اليوم الأستاذ أو المدرس اليوم في الذي هو محسوب على التربية، تعرف اليوم حتى راتبه قليل، يعني راتبه ما يقارب 900 و 800 ألف. هذا اللي خبرته قديمة يكون، إلا أما بالنسبة لذولي اللي هسه، زين أنت هل من الممكن اليوم هذا ما تطي قطعة أرض، ما تطي سكن، ما تطي بيت، يعني هذا من تخلص خدمته وين يروح وين يتجه؟ يعني كثير، يعني كثير هم من نداء حقه، كثير اليوم من المواطن العراقي هو مسلوب حقه، مسلوب الإرادة. يعني ما يقدر يتحرك بكل شيء. اليوم جاي نشوفه في شيء يعني هاي ظاهرة خطيرة في المجتمع. يعني هل اليوم الحكومة العراقية هل من واجبها اليوم تركض وراء المحتوى الهابط؟ هل هو هذا انصاف للمجتمع العراقي؟ المجتمع اليوم العراقي شنو يريد؟ اشوف فيه مشاكله، المجتمع العراقي جوعان، هل من الممكن انت اليوم تركض وراء الموضوع المحتوى الهابط لو تركض وراء كرامة الناس وعيشة الناس؟ يا سيد الفاضل، مو احنا نناشد ونصيح وتعلو اصواتنا، بس بالتالي من نشوف ماكو اي فائده، يعني صم البكم وهم لا يبصرون. يعني هذه ما اعرف ظاهره خطيره، يعني هل هاي التغمه السياسيه الفاسده الذي اتت من شنو جايين؟ هل انتم صحيح كنتم دارسين ومتفاهمين او عندكم رؤيه سياسيه تقودون البلد، ام انتم لم تفهموا شيء في قياده البلد ولم
لم تقدموا شيء للمواطن العراقي. يا سيدي من ثورة تشرين لما جاءت ردتوا بس شيء خاطر تخلصون من هذا السداد السياسي اللي انتم به اللي وصلتوا له. يعني هل من الممكن لما يرجع الشعب يطلع عليكم ويقتلعكم من مناصبكم تظلون يعني ما اعرف يعني شلون تدار الدولة من قبل مجاميع او نقول عصابات مسلحة؟ نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك كرار. ابو عمر من الناصرية حياك الله يا ابو عمر. السلام عليكم عمي فهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟ انا اشكر قناة الرافدين دائما سباقة بالحدث وطلع هموم العالم. لا شلونك؟ شلون صحتك ابوي؟ نحمد الله على كل شيء. انتم شلونكم؟ انا ارد اعلق على ديالي. نعم. طبعا دوم مزرة مال ديالي. نعم. شنو السبب دوم يعني دوم يسوون يقتلون العالم بدياله؟ شنو السبب اريد هذا؟ ليش شنو السبب؟ يعني يومية مسوي لكم مزرة بدياله، يعني انتو ما تستحون ما تخجلون، يجي وزير خارجية الايراني تفترون برا يزور العراق، يعني انتو شنو؟ يعني انتو شنو يعني؟ انتو تابعين لايران؟ قلونا عمي تابعين لاسرائيل؟ تابعين لامريكا؟ عمي كفى 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 ظلم كفى ظلم بالبلاد هذا، مدمرت البلاد. والله دمرت البلاد، طلعنا عليكم لا فاد وياكم. نعم. لا لا. يعني يوميا مسوي لكم مزرعة عمي، العالم طالب بحقها، بالنسبة للخريجين طالب بحقها العالم، زين يعني يتخرج يقعد بالبيت ويشتغل بالعمالة، يعني حتى الله ما يقبلها. بيا دولة أرد أسألكم بيا دولة؟ يا إشاع السوداني أرد أسألك بشرفك بيا دولة؟ يعني أكو دولة هيك يعني مثل المواطن العراقي؟ أنا ما شايف عمي هيك دولة. لا لا جاي يطلعون صاركم من الشعب العراقي. ليش عمي؟ ليش هاي؟ ليش يعني انتو تبقون الديولة؟ عيب عليكم والله، عيب عليكم. استحوا هذا العراق العظيم، العظمة لله، يعني استحوا مخافة الله. ما عندكم ضمير. بس قلولي انتو يا سياسيين، قلولي شنو يعني هاي؟ شنو المجازر؟ شنو العالم يومية طالعة مظاهرات؟ يعني ما صار بيا دولة يا عمي يا أفل. نعم. يعني شلون يعني هسه ما أدري يعني شش عبر ما أدري. نعم. لا لا. نعم. يعني العالم يوم نسوان زلم طالع عليكم يعني وتقتلون بالعالم، يعني أي واحد يجي من إيران الصقون بالعالم تقتلون بيهم. هاي جاي يومين تسوي المزرة، العالم تطلع على حقها تقتلونها. يلا طلعنا على تشرين قتلتونا عمي. نعم. يعني لوين؟ نعم. توصلون هالمواصل؟ نعم. لوين أريد لوين؟ أنت يا سياسيين ما تقول لي لوين توصلون؟ يعني ما تخافون؟ ما تخافوا اهل حطوا الله هذا بين عيونكم. بس انا شديدا اريد كلمه واحده حاشيها عمي افل. نعم. اقول الله ينتقم منك يا شيعي السوداني ومن كتلتك ومن. نعم. البرلمانيين. واريد الزلزال ايدي من الله الزلزال يصير بالخضره عليكم. نعم. عليكم مو على العالم هاي الفقره. ان شاء الله بقوه الله عليكم ان شاء الله الزلزال يصير. فانتوا. نعم. ما يفيد وياكم الحكي. نعم. حكي ما يفيد وياكم. شكرا أبو عمر، أعتذر منك، بس إذا زلزال صار بالخضراء ترى بغداد كلها راح تتأثر به. يعني إن شاء الله يا ربي الشعب العراقي يتخلص من كل همومه، وإن شاء الله يا رب العراق يرجع مثل ما كان بمحيط العربي، وإن شاء الله يرجع العراق جمجمة العرب. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر وياكم وموجود، ابقوا ويانا. فاصل قصير ونرجع لكم. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم.
تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم. ماكو يوم يعيش العراقيين إذا ما نحكي بيه إحنا وهم عن الأزمة اللي دا تصير بقضية الوقود أو أزمة وقود الكاز وشح الوقود بالعراق، لكن الأزمة بدل ما تلقي الحكومة لها حلول، لا، اللي دا يلاحظ بالعراق أنه الأزمة دا تكبر وتتوسع وبدت تشمل كل المحافظات العراقية وبدت تشمل العاصمة هم يعني بغداد. أول فيديو ويانا اليوم من قضاء المحمودية بالعاصمة العراقية بغداد، والفيديو نتكلم به عن معاناة سائقي السيارات من الازدحامات بسروات طويلة قدام البنزينخانات أو محطات الوقود حتى يتزودون بالغاز، وصارت معاناة جديدة للمواطنين اللي يردون يأخذون وقود النفط الأبيض أو اللي يسمى بالوطن العربي الكاز اللي يستخدم بالتدفئة حتى يشغلون بالصوبات. خلونا نسمع. هاي شوف الحجية، هي بجريكاناتها بهذا العمر صار لها أسبوع تروح وترجع. الله يساعدك يا حجية. زين أنتم قريبة هنا حجية، ليش ما يطون شفط؟ يقولون البارحة ما يوزعون. واليوم نلقى الزحام. والله ده شوف اليوم ما راح. أم الزحام هم راح تخلي جزء ما تحصل. أقف شسة والله كريم. ربك ما يقطع. الله كريم. الله. هي أفضل الخدمات للمواطن. إيش قصة صار؟ ست أيام والله نتعدي. أنا إيش قلت على 50 متر. زين. هاي أعراضنا هسه واقفة عنا فوق. أعراضنا واقفة عنا فوق. عيبة العيبة. احنا بيا سنة 23 جلالة اعراض ناطفة عن النفط، هو بلد النفط، وتاني تخيب وترجع لأهلها فما يستلمون. هذا حكي مو صحيح. عرفت لا كين ذنب هاي الناس الواتفة سنة اللي من ما بايت ليل؟ والله العظيم انا ذاك يوم جاي من الديوانية بايت ليلة والنهار كله ما حصل الجاز، وإلا راح تشتغل السوق سوداء. يلا حصل هذا حال. روح البابل وبناحية الشومالي، مواطن يوثق لنا بكاميرا تليفون الجوال طوابير السيارات الطويلة أو سر السيارات قدام محطات تعبئة الوقود بسبب أزمة وقود الغاز اللي اختفى من محطات التعبئة بالوقت اللي بيه الميليشيات تدعم حكومة الأسد بسوريا بعشرات الصهاريج المحملة بالوقود، والمواطن العراقي عايش بنار. خلونا نشوف. هذا كله السيرة مال الغاز. على كيفك سيد، على كيفك. العالم تطلع على باب الله تكسب رزقها، واكو ناس اللي يطلع هو لما ال 12 الله يفول الغاز جاب الساعة يشتغل بس الساعة على باب الله، وتركض الدولة وراء تعال اعطيني ضريبة وتعال بالقراج يريد منها والدنيا تريد منها. هذا سيد تشوفه، النجار عايف شغله والحداد عايف شغله والصباغ عايف شغله وابو العرب عايف شغله، فوق هاي قطعة المياه على الوادي. تفضل هاي الدولة. يا خمس كيلوات السيرة مال الغاز واصل عمي، اطلعوا لا تحجونا ما دافعونا. هاي بالعراق. نبقى ببابل نروح ناحية القاسم، مواطن هناك من الناحية يتساءل شنو السر وراء أزمة وقود الغاز اللي موجودة بهواية من مدن العراق، وبلد مثل العراق يتربع على بحر من النفط رغم قلة حصة السيارة الوحدة اللي تم توزيعها إلي كل أسبوع المرة واحدة فقط. خلونا نسمع. السلام عليكم. ما أعرف هاي شنو أزمة الغاز من دون يعني البنزين والنفط متوفر تقريباً. هاي الناس شنو ذنبها؟ بالقاسم محافظة بابل ناحية الحمزة هسه حتى في المحافظات شنو يصير هذا الغاز؟ ليش يعني هاي الناس شنو ذنبها هاي؟ هذا ما بديت عود أتصور من يعني من نهايتهم. هاي شنو ذنبها الناس هاي؟
شنو ذنب هشام؟ شنو ذنب هاي الناس؟ مطلوبة ساعتين وأربع ساعات على مود 40 لتر ويومين ما ثلاثة أيام يلا يستلمون الأربعين الثانية. هاي إذا موجودة منا لحد هذه المحطة وصلناها، هاي منا لحد ما دخول المحطة. إذا حصلت السيارة الواحدة 40 لتر، فلنفرض هسه يردون يحلوها، تدرون كم صهريج لازم يجي هنا على مود هاي السيارات تمشي؟ وبس هذا السرى شفناش قد يراد لوقت يلا يخلص. نرجع لبغداد بهالفيديو هذا اللي راح يطلع هنا. عندنا فيديو آخر من بغداد المفروض يطلع ويانا. الفيديو يبدو ان الفيديو مو موجود، اعتذر عن الخلل، لكن الفيديو ببغداد هو بمنطقه الزعفرانيه اللي احد المواطنين وثق لنا به سرى ما سيارات تقريبا 3 كيلومترات على امل ان يتزودون بوقود الغاز واللي تشتغل عليه اغلب سيارات الحمل وسيارات النقل وسيارات الخدمه. هذا اللي طبعا اثر بشكل سلبي ارتفاع سعر اجور النقل، ارتفاع اسعار البضائع بالاسواق المحليه، هذا كله دا ينضاف فوق حمل المواطن العراقي اللي هو ملاقي اصلا. وشوفوا لي الفقير او اللي ما عنده راتب شلون راح يعيش. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وكان تعليقها اختارينا لكم مجموعه. اول تعليق من مرتضى علي يقول: الازمات كلها بسبب النهب والسلب من الاحزاب والمتنفذين العتاقه اللي سيطروا على مقدرات هذا البلد المظلوم باسم الدين. اما ايهم العراقي يقول: عمي الله وكيلك، مدراء المحطات والموظفين كلهم مهربين وهم سبب هاي الأزمة. ياسر الخفاج يقول: هو أكو شيء تغير إذا صيف وإذا شتاء؟ هو هذا وضع الغاز بكل وقت، يبقى تهريب ويبقى البوق في كل مكان، لأن ماكو شيء واحد يخاف منه أبو المحطة. من تجي الحصة يروح يبيعها تجاري أحسن إله، لأن يربح بيها كومة فلوس، والفقير يعينك الله. أما حيدر مدلول يقول: الموضوع ما بيه نالك جهات تحاول اختلاق أزمة، وذلك لغرض إظهار شركة التوزيع شركة خاسرة ويتم تحويلها إلى القطاع الخاص. وإذا تم تحويل شركة التوزيع إلى قطاع خاص، فمنو يستلمها؟ قابل يستلمها واحد من المواطنين؟ لا بالتأكيد، يا واحد بحزب، يا مسؤول، يا قيادي، يا زعيم، يا رئيس كتلة، يا واحد عنده ظهر، يا نسيب فلان، يا ابن اخت الحجي، يا ابن اخ الحجي، يا رجل ابن ما اعرف من الحجي. عندنا ابو فارس من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ الكريم؟ هلا بيك يا الغالي. طبعا انا صار لي فتره هواي اتابع قناتكم ومريض اتواصل، كل مره اتصل ما احصل، فالحمد لله المره حصلت وعندي كم نقطة أريد أوصلها من قناتكم. حياك الله. تسلم، ما تخسر. أستاذ الكريم، أول شيء أنا عندي رجال كاسب قاعد إيجار قسما بالله شهرية 200 ألف إيجار البيت. نعم. وأنا بقضاء تصغر مالته تابع المحافظة صلاح الدين. نعم. والنقطة الثانية، يعني إذا أنا رجل كاسب منين أحصل 200 ألف إيجار البيت؟ والمولدات كل امبير واحده هنا صاير ب 10,012 و15، وهذا من الساعه 5 العصر يشغل للساعه 1 بالليل. نعم. وماكو كهرباء الا يطفي المولده يجي الكهرباء الوطني، متفقين ويا ابو المولدات بمناطق الكرديه اكثر شيء ومناطق العرب السنه. نعم. يدفعون ابو المولدات فلوس للجنه المولدات وهم يدفعون الكهرباء على المناطق السنيه ومناطق الاكراد. هاي النقطه الاولى. نعم. والنقطة الثانية، أنا مرتي متزوج وعندي طفل عمره 6 أشهر. نعم، الله يحفظه لك. مع تسلم، آمين أجمعين إن شاء الله وكل مسلمين. الله يسلمك. والنقطة الثانية، أنا مرتي خريجة زراعة من 2015 لحد هسه، قبل فترة سووا إعلان مال درجات ألف درجة وظيفية. نعم. إحنا سوينا مقابلة بالديوان صلاح الدين، وصرفت والله أنا رجال عامل وصرفت 100,000 بسكر وسيارة وروح وتعب وكل هاي الشغلات. ماشي، دا ننتظر هاي النتائج اللي شويه ما اختفت النتائج على المقابله سويناها، لا اكو اي شيء. نعم.
يعني المرأة أنا متزوج ليش راح أدرفت؟ ليش صرفت ملايين فلوس كليات ومحاد ومن ابتدائية ودرست ودرست لحد هذا اليوم ماكو تعين؟ ليش ماكو تعين؟ نعم. ليش ابن المسؤول ابن فلان وابن العلنان يصير له تعين؟ ليش الفقير ما يصير له تعين؟ نعم. من 2019 أني ألف مرة كاتب اسمي للرعاية الاجتماعية لحد هسه ماكو اسمي ما يجي. ليش؟ لأن الفقير ماكو، ما أعرف أحد المسؤولين، ما أعرف، ما عندي أحد بالوزارة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى وصف لنا بالقرآن الكريم إن اليأجوج والمأجوج من يخرجون يأكلون أكبر ويابس. بس يا أخي هذولك حتى الحصوة كلوه، حتى الجبال كلوه، ليه متفقير يعيش بمذلة وإهانة ويمد إيده لهذا وذاك وذاك، لو يروح يمد إيده لشغلات المزينة؟ نعم. يعني ليه انت هاي الشيء؟ صلاح الدين، ما حافظ صلاح الدين طالع اسمه بالفساد وكل شيء، شو ماكو أحد يحاسبهم؟ بعد من لجنة نزاهة ولجنة ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو، ليه انت هذا الشيء؟ نعم. أبو المولدة تخابر تقول له يابا ليش تطفي المولدة؟ ليش مولدتك ما يشتغل اليوم؟ يقول لك عندي ما عندي هذا، روح تسوي سوي. نعم نعم نعم، معلوم. وهذا النقط اللي أنا حبيت أوصله من قناتكم، فياريت 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 من طريقة قناتكم نحصل في الشيف هاي قضاء تسخرماتو. يا أخي الكريم قسما بالله العظيم سووا مستشفى، مستشفى يابانية يسموها بقضاء الطوس، لحد هسه يعني باليم الحكومة خلصان المستشفى، فلوسه ينصرف، فلوس الأدوية ينصرف، بس المستشفى لحد هسه ما خلصان. أها نعم نعم تمام. لحد هسه المستشفى ما خلصان، وإذا يجي فلوس الأدوية مالته من حكومة من ميزانية العراق. تمام تمام تمام، شكرا شكرا لك أبو فارس. أبو فارس أبو فارس مواطن من قضاء الطوس بمحافظة صلاح الدين، يعني بيان لنا عدة نقاط. أولا هو كاسب متزوج عنده طفل عمره 6 أشهر، زوجته خريجة زراعة، بيان لنا الإيجار وغلاء الإيجار كعمل الكاسب اللي هو الناس ملاقية بالفيديوهات اللي لقيناها، واليوم يقول لك الكاسب منين أجيب 200,000 حتى أدفع إيجار الشهر، إضافة إلى المصاريف اللي لازم يدفعها من كهرباء إلى مي إلى غاز إلى 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 حتى يقدر يوفي بيته. قضية أخرى أنه أرد أسأل سؤال، أي مؤسسة حكومية بالعراق لما يجيكم واحد وأنتوا تعلنون عن 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 طلب تعيين مثلا، عمي ما تريدوه قولوا له ما نريدك، أما تشتلوه وتضربوه أبرة بنج أردفتهم هاي ليش؟ يعني يقول أنا دافع ورايح وجاي وما أعرف شنو من 19 لـ23، شنو الفيلم؟ وجماعة الرعاية الاجتماعية هواية حكينا عليكم، بس يبدو أنه جماعة عندكم مديرية الرعاية الاجتماعية يا أغبياء يا أغبياء. أرد أسألك سؤال واحد، أنت هل المواطن اللي قاعد ببيته واللي ما لاقي شغل، أو الفقير أو الأرملة أو اللي عنده أيتام أو اللي عندها أيتام أو كائن من يكون، شنو ذنبه أنت تعامله بهاي الصورة؟ شنو ذنب أنت تتعامل ويا المواطن بفوقية، هاي رقم واحد، واللي هي ما من حقك، تتعامل ويا بطبقية واللي هي همنا ما من حقك، وتتعامل ويا بطائفية وهي يمقتها المواطن العراقي، وكل شيء ما حصل منك. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت تقول تتعامل ويا الطائفية عنصرية، لا حبيبة، احنا الشيعة موجود بالجنوب، كيف موظفين الحكومة يتعاملون عملة واحدة وهي كل الشعب العراقي؟ عندنا بالجنوب أي. الموظفين هاي تعاملهم، هاي تعامل موظفين الدولة، لا تصدق تعامل عند الموظفين الدولة يعني حتى نتكلم رواتب على تعليم أخلاق، تعلمون الأخلاق، أخلاق ما عندهم موظفين الدولة كلهم ما عندهم أخلاق. نعم. لا فردك من دكتور إلى إلى مهندس إلى شرطي إلى ما عندهم أخلاق. نعم. يتعاملون ويا الرعاية وكأنهم مجاجة وهم يصدقون عليهم. نعم. ما يدرون أنهم البايزين النفط. النفط كانت عمال النفط العراقي تنسد خزان العالم كده، والجنوب قطع الجوع لسه لحد الآن بعده. نعم. وزارة الصحة تنفق لها مليارات حبات وجع راس ما عندنا، إلى متى نقول إلى راس السلطة خايف بطبيعة الدوار الموظفين الحكومات المصغرة أسد بعد الصين؟ نعم. إلى متى نقول إلى متى السلطة خايف؟ نعم نعم.
نعم شكرا شكرا لك ابو علي. مواطن من محافظة ذي قار يشكو معاناة ابناء المحافظة اللي حكى عنها ابو علي قبل شوية، يشكو معاناة ابناء المحافظة المراجعين دائرة الضريبة، ويقول المواطن انه مقر دائرة الضريبة عبارة عن بيت 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 مستأجر، رغم الفلوس اللي تاخذها دائرة الضريبة من الناس. ويبين الفيديو انه هاي الدائرة او هذا البيت اللي مستأجرته الدائرة ما بي جراج مخصص سيارات المراجعين، ما بي مكان مناسب لهاي الدائرة لانه موجودة الدائرة خرابات واكوام زبالة ومياه آسنة، واضافة الى انه المراجعين يقولون انه الدائرة تفتقر الى وجود الموظفين وماكو بها مقاعد، المراجع لما يروح او اللي يقعد حتى ينتظر سراه ماكو مقعد يقعد عليه او كرسي يقعد عليه. خلونا نشوف. السلام عليكم اخوان ابناء محافظة ذي قار، احنا اليوم نسلط الضوء على قضية هي جدا مهمة وحساسة. ابناء محافظة ذي قار يعني واحنا دخلنا الدارة من ضمن شاهدنا معاناة ابناء محافظة ذي قار دارة وهي بناية الضريبة المستأجرة، بناية الضريبة المستأجرة من قبل عمارة اهلية بتكلفة 6 ملايين شهرية. عندنا ما دخلنا مدير دار قصصنا يا بنتم ليش مدارتهم مثل تاخذون جبال المواطنين ضرائب سنوية ما عندكم؟ قال خويا عندنا قطعة أرض، احنا قطعة أرض موجودة من 2010 قطعة أرض خلي بالك من 2010 بنت هيئة الاتصال الإعلام والاتصالات، هاي وزارة الإعلام والاتصالات هنا وزارة انتباع المدينة هاي موجودة منهم البنى الدني، هاي القطعة مساحتها 3000 متر هي تابعة دار الضريبة محافظة ذي قار. هاي القطعة شوفوها، هاي الكتب شنو؟ هاي الكتب مخاطبات مدير ضريبة من 2016 خاطب يقول عندي نقص كادر هسه آمنا بله، خاطبه بيقول ما أنا بكان ما عندي بناية قطعتنا موجودة. لا أساس أساس حتى أساس ما عنده. المواطن حاط عينه على دائرة الضريبة اللي عندهم قاع، بس المعلم ما عنده قاع. بعدين سؤال دائرة الضريبة عندها قاع ومستأجرة بأيش وقت يبنوها إذا من 2010 لأسا؟ يعني إذا نحكي 13 سنة. لو أكو فكرة إنه مدير دائرة الضريبة بذي قار يريد يسوي له مول، وش يسمي مثلاً؟ مول الضرائب؟ العراق هذا البلد العظيم من 2003 لليوم من فساد الفساد، حكومات الأحزاب الفاسدة هاي دمرت كل شيء بيه. طلعنا من ذي قار هنا عندكم البصرة منطقة القرنة تحديدا، وجهاء ناحية القرنة طالبوا أن يتم وضع حد لفساد مشروع بالقرنة هو مشروع تأهيل منطقة القرنة، واتهموا الأهالي هذا المشروع بالفساد وبالتلكؤ وعدم الإنجاز أي شيء منه رغم مرور سنوات على انطلاقه. خلونا نسمع. نقف هذه الليلة لنعلن بأننا نقف مع الحراك في القرنة الذي أخذ على عاتقه منذ السنوات الأولى من بدء المشروع الوقوف وجه فساد التنفيذ والذي تمارسه حاليا شركة التجار الساني بتقرير وتشريع شركة خطيب وعلني سيئة الصيت، ونقولها بصوت واحد بأنه لا مكان لها بيننا وأنما يمارسانها من سفاح مالي يجب أن يتوقف قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه وبعد أن يأسنا من نواب الدائرة الخامسة الموجودين في منطقتنا، ومطالبتنا المستمرة لهم بالتدخل إلا أنهم أبوا ذلك بعجز واضح وكأن أصابهم الشلل. أحلى شيء بمشاريع العراق مثل ما قال الأخ المتصل من صلاح الدين أبو فراس، يقول عندنا مستشفى اسمه المستشفى الياباني، هو على أرض الواقع ما خلصان بس الحكومة تصرف الأدوية، عجب الأدوية وين تروح؟ فكروا بيها، الأرجنتين لو يم جماعة الأسد لو تنباع بالسوق السوداء ما لها حل ثالث. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت عن هذا الموضوع. أول تعليق موجود ويانا من أبو أحمد يقول الفاسدون والسارقون والخونة والمرتزقة والعملاء
لا يبنوا وطن أبد، بل سيدمرونه وسينهبونه من أجل أسيادهم. اختصرها أبو أحمد. علي محمد أبو غدير يقول بكل المحافظات الشغل تلزيق، لأن مديريات البلدية تابعة إلى أحزاب والأحزاب حرامية. إبراهيم الساعدي، الله وكيلك، صار لهم 20 سنة يضحكون علينا، لا ذمة عندهم ولا ضمير. أما علي الأشقر يقول أخي أحسنت النشر لإيصال الحقيقة لهذا العمل المتردي، السبب هو عدم وجود أي مراقبة في هذه المناطق. مراقبة من منو؟ الحكومة مثلاً؟ علي الأشقر، هي الحكومة يعني إيش نفذت للمواطن حتى تراقب؟ المشاريع اللي انباقت، لو المدارس اللي تهدمت وما انبنت، لو المدارس اللي توقع على رؤوس الجهال، لو المدارس الطينية، لو الأهوار اللي جفت، لو الزراعة اللي ماتت، لو الصناعة اللي انتهت، شنو اللي قدمت الحكومة؟ أو مو اللي قدمت، شنو اللي حافظت عليه؟ البلد الوحيد اللي بالعالم اللي ماضيه أفضل من حاضره وأفضل من مستقبله بالتأكيد هو العراق، لأن إذا نرجع نفكر بالماضي راح تجد أنه عندك صناعة تصدر إلى دول العالم، وأكو شركات معروفة أساميها بالعالم، من شركة أدوية إلى شركة الجلود إلى 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 دبس إلى غيرها 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 غيرها، إلى زراعة من بعض المواد، عندك اكتفاء الذاتي ببعض المواد اللي أنت تستهلكها. أما الآن أنت بلد مستهلك في كل شيء، محاصيل زراعية، منتجات، كل شيء. بلد اللي كانت بنسبة الإدمان أو نسبة تعاطي المخدرات صفر، اليوم النسبة بحكي الوزير نفسه يقول بين الشباب فوق النصف. البلد اللي ما نقول ما بي فساد، بس مو بهالصورة. البلد اللي كان عايش على أقل التقدير، البلد اللي كان مو نقول لك شايل نفسه، بس لما نشوف حاضرة كنا نشوفها جنة، لما نشوف الفساد اللي موجود بيه كنا نشوف شوارع راحة، الناس لثلاثة الصبع بالشوارع متونسة، أمان، عندك صناعة، عندك معامل، عندك تجارة، عندك 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 عندك. احنا ما نقارن. أما اليوم صناعة ما موجودة، نسبة بطالة عالية، نسبة الأمية اللي العراق قضى عليها بالسبعينات رجعت وكثرت بين المجتمع، نسبة عمالة الأطفال كثرت، والمفترض أنه هذا الطفل احنا نهتم به مثل ما نهتم بلبسنا، مثل ما يهتم الواحد بساعته وبهندامه. هذا الطفل لازم أنت تهتم به حتى تبنيه. ناس يشتغلون في ترشية وحمالة وغيرها وغيرها وغيرها، والخريج اللي دا يدفع عربانه ودا يشتغل عتال وحمال وغيرها وغيرها وغيرها. شنو اللي عندك غير ذني؟ العراق اللي كان يعادل التعليم به التعليم بالدول الاسكندنافية اللي اليوم ما بتعليم أصلا. شنو اللي عندك؟ عندك شوارع، عندك مباني، عندك صيانة، عندك مؤسسات حكومية لما تروح تراجع تحس انه اكو معاملة دا تمشي. كل اللي دا يشوفه غبن، قهر، ضيم، مآسي، والسبب بذني كلهن انتو تعرفوه، والناس اللي دا تكتبوا دا صور تعرفه. لكن شو وقت يصير الحل او بيد من الحل؟ بالتأكيد هو بيد رب العالمين، بس لازم اكو ايد على الواقع بالعراق هي اللي تشتغل بهذا الشيء. نتحول إلى قضية أخرى. الكل سمع باللي صار بمحافظة ديالة، بقرية تشيايلة، بقضاء الخالص بمحافظة ديالة، صارت مجزرة جديدة. الفلاحين من قبيلة العزة كانوا بمزارعهم يحصدون، جهدهم وتعبهم طبت لهم الميليشيات على غفلة، سب، شتم، قتل، خطف، راح ضحيتها 9 من بينهم نساء، واختطفوا شخص لقوه ورا شوية معذب معدوم ميداميا وعلى جسمه آثار لأكثر من طلقة بالمحافظة. وهذا الشيء قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين مشكورا عدلنا انفوغرافيك تناول به قضية مجزرة تشيايلة بديالة، سوالنا الانفوغرافيك اللي حكى به عن المجزرة وعن تستر الحكومة على المجرمين التابعين للميليشيات الطائفية. خلونا نشوف هالانفوغرافيك.
لم يفعلوا شيئا، لكنهم قتلوا بدم بارد. ميليشيات تستبيح الدم العراقي وتفتح الأبواب مجددا أمام فرق الموت تحت غطاء حكومي، وتقتل 9 أفراد من بينهم نساء من قرية واحدة في ديالى لتأجيج فتنة طائفية وزرع الرعب بين الأهالي وتهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم بهدف تغيير ديموغرافية المحافظة. عبثاً يحاول الإعلام الحكومي منح جريمة مجزرة التشيايلا الطابع العشائري في محاولة لتزييف الوقائع كما حصل مع سابقاتها ضد المدنيين كمجزرة جبلة ومجزرة رعاة الإبل في نينوى وجرائم تصفية الناشطين، إلا أن الحقيقة لا يمكنها أن تغطى بغربال. فبعد ما هذا لن نذب اللوم على البوبالي ولا نذب على الكذا الناس، بس ما يرضون على هذا الحكي كله. مصادر أكدت عدم وجود نزاع عشائري في المنطقة، وشهادات موثقة لأهالي القرية المنكوبة تشير بأصابع الاتهام لميليشيا الحشد المسيطرة على محافظة ديالى بالتواطؤ مع الجيش الحكومي الموجود بالقرب من مكان الحادث ضمن مسلسل الجرائم الطائفية في ديالى التي شهدت مؤخرا جرائم مماثلة تمثلت في إحراق المساجد وتهجير السكان كما حصل مع أبناء قرية نهر الإمام. تواطؤ يدلل عليه انسحاب القوات الحكومية من المنطقة في تخادم واضح بين تلك القوات والميليشيات عند كل مجزرة لتهيئة الأجواء أمام الرأي العام لتسويق المبررات فيما بعد قبل أن يبادر مخرجو هذا السيناريو المفضوح في كل مرة إلى تشكيل اللجان التحقيقية لطمس وقائع الجريمة دون أن يتمخض عنها ما يشفي غليل ذوي الضحايا لإنصاف المغدورين في ظل قضاء متهم بالتواطؤ مع الميليشيات. تلك الميليشيات التي لا تعرف إلا طريق الطائفية ولغة الموت والدماء في سعيها المحموم لتفتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي في العراق وإحكام سيطرتها على البلاد عبر بوابة التغيير الديموغرافي. مجزرة يندى لها الجبين بكل معنى الكلمة، حالها حال أي مجزرة صارت بالعراق إن كانت رعاة الإبل أو جبلة أو غيرها. العراق اليوم دا يعيش على 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 فوهة بركان، لكن هذا البركان اللي دا يشعل النار جوا هي مجموعة من الأحزاب زعمائهم شايلين الجداحة ويشعلون. مشاهدينا الكرام، العراق يحتاج لهواية ويحتاج إلى ولده، يحتاج إلى أبنائه حتى يرجع مثل ما كان. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام، باكر بإذن الله، في أمان الله.